أنا ما كنتش كده يا ماهر، ما كنتش كده. أنا كان الليل قبل ما ينزل سواده على الدنيا يعمل لي ألف حساب. أنا اللي كان يفكر يسن أسنانه عليا كنت أبلعها له قبل ما يفتح بقه. ولما جه الوقت اللي بقول يا حيطة داريني لقيت القرود بتتنطط على كتافي. الله، كنت كان في ايدك تعمل ايه بس يا صاحبي وما عملتوش؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا بتحرك زي الجرس ما بيرنش غير لما يتدق عليه. ايوه، بتفكر في ايه دلوقتي يا درويش؟ مش درويش اللي هيفكر، فضل الغول هو اللي هيفكر وينفذ. فضل الغول هو اللي هيضرب، ما بيفاديش الضرب. الراجل دخل على 80، اخد حقه في 3 سنين عشان كان متسطر على درويش واتنين تانيين بعد حادثه السادات، قبض عليهم عنده. وبعد ما خرج من السجن ما خلاص يا وائل، انا مش عايز اسمع قصه حياته. شوف يا فرج، انا مش عايزك تطول عندنا، لا احنا وقتنا يسمح ولا انت حمل البهدله. هما كلمتين ورد خطاهم. ممكن تقول لي انت بتضحك على ايه؟ اصلي لما سمعت عن حادثه الوزيره دي وعرفت انكم متهمين درويش وشفت كمان الصور اللي انتوا نشرتوها قلت استنى استنى اشوف الحدوته العجيبه دي هتخلص على ايه. انا كنت فاكر انكم بتلبسوا اي حد لاي اسم عشان تلهوا الناس وخلاص، لكن لما شرفتوني بالزياره وجبتوني هنا فهمت انتوا غلابه قد ايه. وبعدين يا فرج، وبعدين ما تتكلم عدل وتقول كلام مفهوم. حاضر حاضر يا ابني، هقول لك كلام مفهوم. درويش عبد ربه اللي انا عرفته من 40 سنة واللي سجنته زمان، مش هو درويش عبد ربه اللي انتوا بتدوروا عليه دلوقت. يعني ايه؟ افهم من كده انك مش هتهرب؟ أنا مش حد ظهري للنار يا ماهر، أنا لازم أواجه. الله، أم الباسبور، باسبور الخليفة الطاتش مقع عين أمه فيه، خلاص هنلغيه؟ خليه مقع عينه، ما أنا عاوزه. لا إله إلا الله، تفهمني ناوي على إيه؟ ناوي أجيب داغ زهير الأرض قبل ما أجيب داغي. أيوه صح، بس زهير ده أعرفه أنا وأنت بس، إنما اللي قدام الناس أمجد به الديب الياردير النظيف. الوسخ هيفضل طول عمره وسخ. وزهير ما نضيفش يعني لما غير اسمه من زهير لأمجد؟ ولا انت فاكر يعني عشان خاطر المليون جنيه اللي طلع بيهم من العمليه زمان هم دول اللي كبروه؟ اصحى ماهر اصحى، انا لازم اناخر براه، وما وقعت زهير هوقع أمجد. وانا معاك يا صاحبي، حياة الأيام السودا اللي عشناها مع بعض سوا، ما هسيبك إلا لما تبرد ضهرك من ابن الكلب ده. طول عمرك أخ ورجولة يا ماهر، طول عمرك أخ ورجولة. أنا عايز فلوس يا ماهر. حياة الأيام اللي عشناها أنا وأنت على البرش كتف بكتف كده، ما هسيبك أبدا. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. بقول لك رجولة، طول عمرك رجولة. أنا محتاج الفلوس يا ماهر. رحمة أمي وأمك. زهير دوت اللي خلوه قد كده قدامك. انت رم يا ماهر، بقول لك محتاج فلوس يا جدع. وانا بقالي ساعة عمال الغوش على مسألة الفلوس دي. اجيب لك منين؟ ما انت عارف البير وغطاه. الواطي واطي، الواطي واطي. هات تليفونك. تليفون؟ عايز تقلبني وخلاص. اخلص. أيه؟ اخلص اخلص اخلص. خي خي يا رب. حاليا ترن على بينا لئيم. وما قوم فك حصرك، قوم
قوم خد بالك التليفون وفك حصرك وفك حصرك. ياه عايز فلوس يا جدع. اقعد يا حسين. قول لي بقى يا سيدي ايه اخبار قضيه وزاره الصحه؟ والله يا فندم مش عارف اقول عليك ايه. الموضوع معقرب شويه. اكتشفت حاجه مهمه هي اللي خلتني اجي معاك النهارده. وايه هي بقى؟ دي صوره درويش عبد ربه اللي بنطور عليه. اللي الزملاء طلعوها من الملف بتاعه اللي في ارشيف السجن. الحقيقه يا فندم لما دورت وراه ووصلت للناس اللي كانوا شغالين معاه زمان ايام قضيه السادات كلهم اكدوا لي ان درويش عبد ربه الكتيان شخص تاني خالص مش اللي موجود في الصوره دي. شخص تاني ازاي؟ شخص تاني يا فندم مش هو ده. انا وصلت لاتنين من اهم الناس اللي كانوا يعرفوا اكدوا لي نفس الكلام ان مش ده درويش عبد ربه الكتيان واننا المفروض ندور على درويش الاصلي اللي هو في الصوره دي سيادتك. درويش عبد ربه الكتيان الحقيقي. انت هتهرج يا حسين؟ يعني ايه الكلام ده؟ يا فندم ممكن جدا يكون واحد منهم منتحل شخصية التاني او يجوز قوي. يجوز ايه يا حسين؟ بقول لك ايه؟ انا اخترتك عشان تمسك القضية دي. متأكد 1000% انك هجيب الراجل ده. وما تضيعش وقت، خد بالك احنا ما نعرفش الراجل ده، هنعرف الراجل ده. الراجل ده اللي اتهمناه قبل كده باختيال وزارة الصحة. والراجل ده برضه اللي الناس مستنيه نقبض عليه، وانت اللي هجيبه يا حسين. يطلع بقى عبد الكريم درويش، يطلع زفت، جن ازرق. نجيبه الاول وبعدين نهدي الراي العام وبعدين بعد كده نشوف العك اللي انت بتتكلم فيه ده. فاهم يا حسام؟ تمام عليك. مين؟ افتح يا شاب انا ابوك. وليه بتقول انك ابويا؟ ما كده مش هفتح. مش هتفتح الباب ليه؟ هتسيبني مركون يا شهبوب؟ ما تقوليش شابوب دي تاني. وانت كده ابوك بتدلعني؟ انا قلت لك قبل بكره شابوب دي 100 مره. وبعدين انت المره اللي فاتت سلمتني لامن الدوله، المره دي بقى عايز تعمل فيها ايه؟ هتحلق لي زلابطه وتوديني الشرطه العسكريه؟ يا انا جايب لك كباب وكفته ترم عظمك. كباب وكفته؟ والسلطات كتير؟ كتير. وهنوزع بالعدل نبوي. بالعدل؟ حبيبي ابويا. السلام عليكم. انا هنا فين الكباب والكفته؟ كباب وكفته ايه يا ابن الهطله؟ وانت بتكذب؟ يعني انا بكرهك وبتكذب برضه؟ وانا حلت حاجه. انا جاي اخد منك قرشين. قرشين؟ يا مش كده مش بصدقكش انا. يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. يا رب ده انا بسمع عن عيال بتسرق ابهاتها، بتاخد عربياتها، بتموت ابهاتها علشان تورثها بالحياه. لما اب يجي يستلف من ابنه، ابنه اللي ما بيحبوش. بعدين في حاجة كده أنا مش حاسسها. إيه هي؟ أنا لا شبهك ولا شبه أمي. هو أنا ابن خالي؟ لا أنت جيت صدفة. صدفة آه. وعايز إيه بقى مني؟ تعبان يا ابني وجعان وعايز فلوس. آه جعان حشيش صح؟ جعان نفسك